مرحبا، حلقة جديدة من انفوكس انطلقت هلا، واليوم رح نحكي انا وياك مسيو روجيه زكار عن المزايا المتوفرة على كومن ابليكيشن بما يخص العمال الاجانب. مزبوط، معي حبا جيال. مرحبا. نحن اليوم حنضوي على العمال الاجانب، على تأمين على العمال الاجانب. تأمين العمال الاجانب اليوم كل عامل اجنبي بده يجدد ورقه بوزارة العمل مجبور يكون مجبور أكيد. تأمين تبعيته، تأمين اللي هي العمل الأجنبي اللي هو الكونترا تبعيته حطته الدولة، فهي ذاتها إذا أخذها من أي شركة تأمين. مزبوط. نحن اللي عملناه عبر كمان إنه عم نخلي أي شخص يقدر يعمل بوليستو بأقل من 90 ثانية، هو بالبيت، هو بمكتبه أو هي بالبيت، بأحسن الأسعار وأسرع وقت. مزبوط. ونحن قاعدين بالبيوت حنفوت نحن مثل العادة دايماً من دوّي ليشوفوا عديه هينة واحد يقدر يعمل بوليس التأمين. نحن عم نفوت على الابليكيشن كمان بعد ما نزلناها من الأبل ستور فور فري أكيد أو من الأندرويد. عنا التأمين على الأجانب، التأمين على القوى العاملة. فنحن نبدأ، نحن أكيد هون عم تعطينا ملخص عن شو هن التغطيات، وهي ذاتها يلي هي مطابقة لشروطات وزارة العمل. أكيد. فنحن نبدأ، نحن بيجينا إذا رجال أو نساء. نيكون رجال أغلى. لأنه الأعمال يلي بيشتغلوها بتكون أعمال بتكون أصعب بطبيعة الحال. وعنده السعر، والسعر أكيد عم بيبين عند المشاهد أو عند المستعمل للأبليكيشن. سعر جدا جدا مدروس أكيد ولبناني. باللبناني هي إذا بدنا نحول من الدولار للبناني عفوا على 1517. مزبوط. والسعر مبين بالدولار لأنه أكيد العالم كان حافظ السعر بالدولار، ومبين دغري تحته عادي بيكون باللبناني. نحن نقينا لما نجدد لقول نعطي مثلا خدمة منزلية، منفوت على الابليكيشن، منعبي المعلومات، منصور الباسبور، وبنشتري البوليسة. بتغطي كافة الجنسيات. مزبوط. مرة اشترينا البوليسة بيبين على البيمنت، يعني بيجي على البيمنت يا بده يدفع بالكريدت كارد، بيقدر يدفع يا باللبناني يا بالدولار يا كاش اون ديليفري، توصل له البوليسة وبيدفع بعد يومين. توصل دغري بعد يومين توصل له. ونحن الحلو كتير بالابليكيشن انه وقت يجي وقت التجديد، لانه اوقات في معامل بيكون عنده كذا عامل، هي الابليكيشن شو وحده بتذكره انه هيدي الريمايندر، هيدي التامين خلصت، كل شيء اللي عنده يعمله انه يكبس على زر التجديد، فبتتجدد تلقائيا، بتصير اهين بكثير التجديد منها لحالها. مزبوط. شكرا لك مسيو روجيه، وشكرا لكل يلي عم بيتابعونا، واكيد ملتقانا فيكم بالحلقات القادمه تنحكي اكثر عن كافه التامين الموجوده على كومن ابليكيشن.